formulaire, titre de congé, attestation de travail, chèque. انا بابا الله يرحمه نورمالمون ما يسمينيش حسين بن والي، نورمالمون يسميني حسين البيزع. منهمش انايا منهمش، نخاف لي روكا. نخاف لي روكا، فيه لي روكا. هذا فيه لي روكا، هذا فيه لي روكا. كتمسخر بيا انت، الروكا تاكلك انت عبد النور. راك ما راك معظم قاعدتك يا وي طبطب. يما معنا راني نضل. يما الحبيب قالك فيه لي روكا. نهار مالك يتوالو عبد النور، نهار مالك يتوالو. ما ضام ما تسعش، راه غير مش عارف الخو هنا كوف لور بدوك هكذا وقت هذا مع السخانه هذه. البابيش طايح على راسو، شوف غير العين الزركا ولا وشعر صفر هنا. هبلت ولا بعقلك هكا هبلت؟ ما ضام ديك لابلاج هذه الكيوت كاع يهجموا عليها، كاع يدوروا عليها.
يزمطولي العمان. لا هكذا راني ملاه، هكذا راني هايل. صح، وعلى بالك قالك لي عبد النوريب واحد مبرونزي كاينه منها ياك؟ سوتو لا بو دوري لا بو بريزيليان. واه يا عبد النور والله غير الى تحت من الصيف هذا، والله غير تحت غير ديما في البحر نقول لك حل. قالك غير واحد غبي ينزل تحت كملوا معك اش ماضامه فما تخدم الكوار تاعك ضامنهم يا محينك. بلابو تاعك تخدم كوارتك فما عبدا بكوا بلابو تخدم كوارتك. هاي ما الحبيب هاي ما للفيزا يا الفيزا العزيزه. صافي يا عبد النور مر البحر هذا كاين فرنسا. بيان سور كاين فرنسا بالعمان توصل روح. صافي عبدا كل واحد بالعمان يطيق يوصل. بيان سور يطيق يوصل. والله؟ ايه روح برك. تحت مت واحد يعطيها بالعمان عبد النور اخو ما كتبش عليك يتكل على ربي ويروح. اصبر اصبر. ياك درت الدوسي نتايا؟ درت الدوسي برك دير الدوسيات الكونسيل هذاك ما على باليش واش كشما كان بيني وبينه ما نعرف. تروح رجلو يا طوالك ان شاء الله تروح رجلو. ان شاء الله ان شاء الله. هكذا تهنى ما تريسكي ما والو. فمك ربي اخويا عبد النور اخويا فمك ربي يعطوها لي. واش جبت لنا الماكلة؟ شنو جبت لنا الماكلة؟ وي جبت طوماطيش مع البصل. بعرتنا عطينا طلو تشكشوكة في كرش غار شنو غار؟ اودي كاودي كيف ساشي تفلورو دوكا عباك تزيد تغمر دوكا انا قاعد تاويل تاعنا كومونبير كيف ذاك عبدا؟ 100 دورو 100 دورو برك لحم 2005 بنان 10 دورو تفاح 4 دورو صافي ممنوع تقول راني جيعان فما كول. اسكت اسكت ما تفكرنيش في التيكولا تاعهم مخدومه بالحليب والوز. عباك التيكولا تاعهم فما كي تشري كي تشري زعما الماكله تشري عليها بزاف يمد هذاك هذاك ندير 25 الف عندنا هنا. يما يا حندبه مزج لي بلي مقار يا حندبه بس اوه سخونا كيما جبنا مقارون وعلاش المقارون راه تاكل فيه كل يوم يا اخي راك تاكلو فيه مره في السمانه احمد ربي وشكرو يا وليدي هذه نعمه من عنده نعمه مقارون ايه هذه ما صابوهاش كاين الناس اللي ما صابوهاش وجا جاديك ما طيبي عناش شارو يا فريجنا رانا غنطلع عليها الجاجة راك تهضر عليها هذيك خبيناها السمانة الماجية خبيناها للضياف اللي راهم جايين مع اختك يا فريما انا راني كثر نظيفة انا مش بيك تضحك زريعة وحدة تخيهمني يا اخي وانت الا حبيت تاكل الدجاج يا سي الراجل نوض قلفط على قوايمك وروح حوس على خدمة. واش من خدمة هي باقية؟ معلوم ما كانش خدمة. نهار كامل وانت تجري مور الفيزا الفيزا الفيزا. واش راح تصير فيها الجنة؟ ها؟ قل لي. تحب تاكل الدجاج قلت لك نوض تحوس على خدمة. خيبك. استغفر الله يا ربي. صافي شبيت. ايش تعرف بلي نحبك خلاص؟ ديما انا بغيت نقول لك حاجه قول ما نزعجش ما نزعجش قول قول اهدر اهدر كنت يعني تعطي لي الهب تاعك هذاك لويز نبيعو ما تبقاش نبيعو نشري فيزا راه يدير 12 مليون برك نشري فيزا وزيد استنايا والله العظيم غير هاد العام ان شاء الله نروح لفرنسا رومبورسي لك بالدول والله وزيد بزياده هذا العام ان شاء الله
تعطيها عمرها ان شاء الله. كاين اللي يزيد يديك، كاين اللي يزيد يديك، لا تفرقش روحك. يا عمري على وليدي يا عمري، شحال فكرة شابة ودبارة هايلة. ما تقوليش برك هايلة، لا لا توصلك، لا لا توصلك إلى نمد ذهبي تلعب به أنت كيما تحب. الذهب اللي راك تهضر عليه والصياغة نتاعي نخليها الماز وزيت يالي. إيه يما عليك الصحة، يما عليك الصحة. شنو عليك الصحة يما؟ شنو؟ وأنا 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 ماشي مازوز. تا مازوز أنت يا تلقاص الماضي تحوس تهدر. راك ترجع الهضرة يا. فقت عمرك يا. سمع شو ما تجيش ترجع لي الهضرة مع ايوا. خلاص حبسونا دايرين، خلاص. أشنو هذا؟ أشنو كاين؟ خلونا نكملوا مكلتنا في غرضنا يا ناس. خلونا نكملوا المقارون في غرضنا ماشي مكلة. قال لك اللي ما يحمدو هو يشكر، يحمدو هو يدحر. قعدو غلب الدور هذا واش قعدو. اليوم نهار هايل تاع بحر، صح الله ما عنديش دراهم. اليوم والله العظيم غير اليوم ما تفرش. فرجني فيه اخويا العزيز، فرجني فيه. شغل يعطيك فيزا. فيزا يلا فرج. واش حبيت؟ البورطابل تاع عبد الله وراه. واش داك النيف؟ ها هو البورطابل. ولك راجل روح ديه.
الزوم ماشي مع لي زوملات يا بغيتي فيزا ولا بغيتي ولا ديري تقوى واش باش تحب يلا هاي زيد شرب بالحوت فرشتني في الظرف والله والله غير ست شهور تاع الحديد ولي البرد تاعي قدها والبكتورو قدها حقروني حقروني نظل نبدلو في الكميات واقدر ما يخافوش ربي ست شهور تاع الحديد ندخل عليها غير الميكامس البرد تاعي قدها والبكتورو قدها وليت حتمد كاع ندخلو لا ديبوت البيليج نغرقو هذاك حوشي الفيزا ولا غير هو جاتني زوج ملايين ما عندوش معليش مليون واش فيها مليون لا لا معليش 500,000 المهم نقرضو المهم نقرضو نروح ليهم بلعطو سلم على الكونسيلة ها هي القردة ها هي الكونسيلة كيف صوشي عباس حمد الله ريح ريح نقصد بيه كيف راك تشوف عييت راك تبان سيدي كنت في الجزائر كنت في الجزائر راك تعرف كنت في الجزائر الدوسيات الدوسيات بزاف قتلوني الدوسيات قتلوني راك حاط الله يبارك اش ايوا لازم كي نروح عند المصاد راك تعرف القول لازم يشوفوني حطها لازم واش القردة كاش ميزات نظل نقول لك نهب الخطره شحال يا الحسين جيب الدوسي معلك غير زوج ملايين برك زوج ملايين 20 يوم ما نزيدكش اديها حاسب القرد اخوك قصيله في شلال اليد هذه شبيك تاع الالمان تاع الاسبان تاع الطليان تاع الطليان قادر نجيبك الصباح نجيبها لك ما كنا نعيط له نعيط له درك كش راسك عندك تاع لون قلت 20 مليون غاليه ما تقدرلهاش خدمت السنين في الخوخ ما تصورهمش اش حبيت نقول لك اش تاولت نساعدك مليون نجيبها لك مليون يا ما عنديش 15 ما كاش فيزا تاع الكريدي لا غالي واش يعني ويعني صح صح تجيبها هاي ليك كذبتني ولا كونسيلا انا هو الكونسيلا واش راني نقول لك انا هو الكونسيلا علاش راك كنت معاه هو الكونسيلا علاش راك كنت معاه او جيبها لك صافي يا مستر نعطيك غير مليون برك ومن بعد ما زدلكش دراهم ما تزيدليش لا تزيد لي لا كيفاش مليون فيزا تمسخر بيا حلوم كي تعلقها تزيد لي فما هذا قلت لي خلاص لا لا انت ما فهمتنيش صافي دير كي تعطيني الدوسي مع المليون ما تزيدليش حتى تعلقها فاهم كلامك ماشي والكونسيل واش ياكل لازم له بفتاك لازم له كلش تعرف ومن شحال نزيد لك تعلقها سهله سهله غالي تعلق ثم نعلقك انايا انا عميه باينه بلي تعلقني انا عميه اسمح لي راهي في بي بورتاب نحيت ولا صونات ما نبغيش تعرف الناس في القهوه يشوفوني بزاف ما نحبش دقيقه برك حتى ما يكونوا في الخمسه راه كيما قلت لك يا عمر اخويا علاه دير لي هكذا علاه راني في حيدرة يا وفي حيدرة راه في حيدرة هاو جاك الباسبور ولا غير الكاشة تاعكم هاو لك هاديك تاع جارك كيف كيف تاع جارك كيف كيف عم قاعد شبيك عندك راني لا معاك انا ولا المشكل تاع الحجة تاعكم الباسبور تاعها ميت هذاك اللي بقى لنا المشكل طرمواني نجيبهم بك يجي نجيبهم معايا يا راك شو كيفاه سبحان الله اسيدي يا راك تعرف بلا ما نقول لك حتى الحجة وما طلقهاش معليش كيف كيف مع اختو صايي دفعت كلش انايا يكرو في ثلاثة يروحوا فاميليا ديريكت وعلاها وانا علاه نكري لهم ثاني ولا لا 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 ما كاش مشكل دراهمكم راه انت الكونسيل عطيتهم له كاع كونطون قلعت ما والو انايا مولا خير يا رجال لو كان كاني شيت ميغا شيت يدي شيت كلش خلاص ها
صحة اوكي اه دافتوني خوخ ندر ثاني اعطيكم كثر خيركم لا كثر خيركم صحة اه خلاص اه خلوني واسمع من بعد عاود لي صح هاي هبلونا ديجا كاي دفي هبلوني يا حسين هبلوني كل خيخ يسوني بورتو كل خيخة عرك طايق يا القرد اخويا والله عرك طايق شوف يا الحسين وجد لي المليون مع الدوسي وانا نخدم خدمتي ما تكسش كاع راسك هكذا خليك وحدك ان شاء الله انت تبغي تقعد مع شجره ان شاء الله يا نهاري طرد كلاسي على ظهرك يا ظلوا تعسوا فينا تيدي نجيبها تيدي ايه تيدي تعس على روحك تيدي ماشي موحل هذا مكتوبي شحال شباب هاد الجان باين باللي عاقل وليت فاميليا وخدام والله يا لو كان يصحني ما نزيد نطلب والو في الدنيا بصح ما يكونش عنده رونديفو مع واحد اخرى ولا لا لا ما عندوش انا ماني خسره والو نريح شويه ونابح واش بيها منين جاتو هي تخزر فيها واقينا حكمت لك يا الحسين مي بصح بوبياكي هذه تخزر فيا انا على نخدمها لروحي انا واحد جا من البلاد يحوس نزيد مشكل لعمري وزيد بزياده المدامات نتاع دوك يا محينك يعرفوا غير زواج سخانة قرام ان شاء الله برك الحال يتبدل غدوة يكون شوية برد ان شاء الله ان شاء الله المامو على حسن ما قالوا المامو شراضي يروح كاع سخانة بسم الله والله ان شاء الله انت ماشي متزاير نتايا كيفاش على بالك تهضر بالقا
على ما كان عايز يدير كنا حول النقطة هذه كزيدي ونوني نضرب القا على ما كان خلاص دامتك هايل انت مليحة العاصمة نهار مليحة حتى انت مليحة فصول الجزائريين كاع ملاح وانت خير منهم اسمك حسين واش تقول لك انا حوشربو لهنا نعرف مضرب شويه لهنا انا حوشربو عفايس باردين ونولي وين لا يا بل واش صالون دوتي روحوا مشي مشكل روحوا مشي مشكل صح ما قلتيليش اسمك رشيدة رشيدة من تقيت ما قلتيش واش تخدم انا ديواني مليحة عوا ديواني خدمة مليحة وانتي واش تخدمي حفافة الله يبارك حفافة الله يبارك حفافة ميصور هو فيها العرس قوى هو لا غير والو الكريدي وي قوى وتو سي وعلى بالك شي في البلاد ما غالي بزاف صح يا هادي زي شغل الوحدة كتخل مع واحد يخدموا بين زوج زوج شهريات فوالا زوج شهريات في الدار يا فاميلي شغل خير هكداك معيشة فيها هذه مصيبة يعني أنا قلتها تعرف ما ضاما تزيد مشكلة لعمرك وقيل حسبتني الديواني تاع الصح الواحد عنده 10,000 في الجيب قسمه يولي للبلاد وهي راه دايتني الصالون دوتي هاو لازم نصبح العمري لازم نصبح العمري واسمك رشيدة على بالك بلي بورتفو تاعي سيرمون ما جبتوش معايا شوفي نروح للابوتير تاعي للطوموبيل تاعي عندك طالوبيل مليح كليو دبزه مليح شوفي نروح نجيب البورتفو تاعي ياك وين نصيبك او جوست شوف يا صاحبي في الهواء في زونيرون حطه فوالا سيميو فوالا سيميو باسكو انا ما نعرفش البلاصه مليح يعطيك الصحة خلاص هو دوك نجي سي فو خرجي لي برا ياك الا ما نقول ولا نعيط صح على بالي بلي ما يوليش الله يجعل تسمح لنا برك وهكذا كي نقول لهم نروح لوروب يقول لك وعلا واش يا بسطا واش راك تاكل كتوكا وقت تدخل لي كل شنو راه تلعب بسطا واش بيك لها ملي جيت من الجي وانت ساكت اسكت برك يا عبد النور اسكت برك يا ولي يوم عميدها خير ان شاء الله واش مكرمك راني نحس بالرخص انا رخيص الله غير رخيص شكيتك راك صغفة يا وتعرفت على واحد المنظمة في الجي اليوم يا عبد النور بوبية والله العظيم غير بوبية ومن بعد عرضني صالون دوتي قلت لي روحوا نشربوا حوايج باردين ومن بعد انا عندي غير 10,000 في الجيب قسما نركب في الكار وقت عرفت على صالون دوتي توعنا هادو سون بيتي يشوفك مع ماداما كاست على تاي تاع 1000 راك يحسبوا لك ب 15,000 ومن بعد كمل ومن بعد واش بدا كذبت عليها قلت لها روح لهنا
للطوموبيل تاعي كليو دبزه، نروح نجيب البورتفاي فيه دراهم ومن بعد هربت. يا واحد الهرباء ماشي يا الرابع بدا، دير روحك في بلاصتي يا خو، دير روحك في بلاصتي. واش دير؟ هيا واش دير؟ كودي تشرب قهوه والله غير الله يسمح ياكاش. صافا بون، وديت لي كونتاكت تاعها، ايميل، نيميرو تليفون، لادريس. خلات لي نيميرو تليفون تاعها. يا عيط لها واش راك تستنى؟ لا راه عندي بصح خفت عكسني. واش ملي واش ما طيقش قابلها يا معاك تبهدلها؟ لا لا شوف، روح تليفوني لها وقولها لا فيريتي. ايه صراحة راح نورمال. ايه وعلى بالي بلي كي عطات لك نيميرو التليفون سوري سير تاعها، على بالي بلي عجبتها. كيفاش على بالي؟ عندي ليكسبيريونس مع المنظمات. ايه روحوا روحوا بيان سور روحوا يلا. شكون؟ ما تهدروش دوك نكوبيا. الو انا حنكوبيا. الو اسنس ما تقطعش. حسين فيزا. حسين فيزا؟ معرفش شكون حسين. حسين ديواني. حسين ديواني؟ خلاص هذاك اللي نسى البورتفاي تاعو في الكروسه. اسمحي لي والله العظيم ما راحت كيفاش نفهمك. شوفي هذاك النهار ما عنديش كما كانوش عندي دراهم، فهمتي كيفاش؟ سي بور سا اللي درت، فهمتي كيفاش؟ حسين حبيت نقول لك معليش، لو كان تجي غدوه ليا لهنا للجزائر معليش كلش عليا، ما نخلص كلش، اروح برك نتلاقاو غدوه. اه داكور غدوه نجي ماشي مشكل. لا شوف ندير عفسينا على حسين غدوه على 10 نتلاقاو. اوكي في رياض الفتح، تعرف رياض الفتح؟ خلاص ما فيهاش في رياض الفتح 10 ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. داكور غدوه ان شاء الله. ان شاء الله يا مان 10 في رياض الفتح. هيا باي باي يا رشيد. قلت لك سوا تعرف عندي ليكسبيريونس مع المنظمات. يا عندك ليكسبيريونس مع المنظمات؟ اي عندي. امشي عندك ليكسبيريونس. درك الدوسي بغيت باسيني. درك الدوسي قلت لك درك الدوسي. ما تزدش الدوسي كاع قدام الناس الاوراق كاع ما تبدش. واش حبيت باسيني انت ولا غير شفتك مريض نتايا؟ عقلي خطر اخر ما تبدليش الدوسي في طريق. الناس قاعد تفرج فيا. عماك انت الفيزا هذه نجيبها لنا برضو كي نجيبها لهنايا. على بالي اسمع مليح عندي قدر كبير عند الكونسيلا. وي او الدوسي عند راح ما تدومش هكذاك. دراهم ما تحسبهمش. وجهك خير وجهك خير. خلي الدراهم محسوبين وراه المشكل. تهلاهم على بعت الكوميسارة، بعت القرقوش، بعت الكرموس. تهلاني محرحر بغيت نروح لوروب فرنسا. تهلا برك يا خويا تهلا. كون كان تهلا ما تكسرش راسك. شارك توزن 40 كيلو. شوف النهار اللي نجيب لك الفيزا على 20 يورو وتنزل في باري تولي توزن قنطار. قنطار اي معلوم قنطار. الله يبارك. لا غير شغل راك تاكل في النيفيا هكذا. انا عامح نردك هايل. الله يرحم بابك.
أنا محرحرة كلتني كوكرة هنايا، بغيت نروح، لازم نروح بإذن الله. تروح خلاص لا يا تروح إن شاء الله. كونسيلة ولا نسيت؟ على بالي. شوف أنا الفيزا نجيبها لك ومنا على 20 يوم الفيزا تكون عندك وباسبورك يكون في داركم. شتا هو ما تقلقنيش، راك تعرف ما تجيش لعندي للدار، ما تعيطليش في البيلاج، ما تحوش عليا، أنا اللي نحوس عليك. فهمتني؟ وما تهدر حتى الواحد، اسكت، ستر ما يستر الله. ما تسمعش الناس باش تروح. هكذا خلاص الهدرة. الفم المزموم ما تدخلوا ذبانة. تهلنا الله يرحم باباك. هكذا كونك مهم. تهلنا خلاص ما كاش مشكل. هيا صح. روح 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 بدل الطريق، روح من جلي من هنا. روح. بغى الفيزا ياك؟ الفيزا. ماشي تروح لوروب، تروح لقندهار. لا لا وينو نشوف شويه بركه تجيب لي الحاله. مرحبا. راك حطه اليوم؟ واش خدام نحطه ما عرفونيش بركه. هيا نروحو. اه صح داك سبع. نجري غير مول الفيزا هذا باك ملي جون تاعو كم نعرفكم تجيو غير مول الفيزا هذا ما كان الفيزا الفيزا وحنا نجيو موراكم او علاش اي باسكو نتوما ما تحسوش واش نحسو ملي جون تاعو كم نعرفكم تجيو غير مول الفيزا هذا ما كان الفيزا الفيزا وحنا نجيو موراكم او علاش اي باسكو نتوما ما تحسوش واش نحسو حنايا نتوما وحنا ماشي كيف كيف ماكمش عايشين كيما حنا رانا عايشين ديتوها غير الفيزا الفيزا بلادم طفله كي تلحق نسيخ تاعنا واش تحب تتزوج تتقلق باش تتزوج صح تخافوا تولوا بيرات راك فهم يا ورانا كاع في معمعة وحده يعني رانا كاع بايرين كي المرا كي الراجل ما كاين حتى افنير في البلاد هذه ني دار ني خدمه ني تاوي ني والو صبح زواج من المحال يعني ولا الحب ممنوع انك سنت رشيد هكذا ماشي مزوج 30 سنة وانا نرقد وحدي هذه ما هي شهادة صح يعني عندك الحق الحب في بلادنا ولا ممنوع يعني انتو رجال تقدروا تعملوا واش تحبوا تختاروا الطفلة اللي تحبوها مش كيما احنا بنات رانا في حبس كبير مي واش تحب هذه هي الدنيا انا بصح كنت ليبيرا وحنا كنت ليبيرا وانتوما شوف يا رشيدة انت طفلة شابة بزاف والف شاب يتمنك وهذا ماشي طبل عيطة وصح صح والله العظيم كان نظرة الأولى اللي شفتك فيها والله العظيم راه عجبتني تاع الصح لو كان جاو عندي المويا والله العظيم والله غير ذوق 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 ندير لك العرس مي الله غالب والله غير القهوة ما عنديش باش نشريها تعرفي يا رشيدة الشرف تاع الرجل وشنو هو هي الخدمة
ونورمالمون فهمتي واش بغيت نقولك. تعجبني الصراحه فيك، وهذا واش يخص لي جون تاع دوك. ما نكذبش عليك ماما، انا نقولك لا فيغي تعجبتني بزاف، وكنت حابه نبني حياتي مع واحد كيما نتايا. مي كيما يقول المثل، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. قتلتيني يا رشيده والله قتلتيني. شوف يا رشيده، انا نروح وخفت الكار تاع برج من عين تفوتني، وباسكو الا فاتني ناعشين بيت فلاكا. واش بقى لي نقول لك؟ واش تحب نقول لك؟ المهم دير في بالك بلي نهار تاع اليوم ما ننساهش حسين، وما نقدرش نشدك. واش تحب نقول لك؟ حاجه برك رشيده، والله العظيم ما ننساك. احلى رشيد عرفتها في الكون. حسين حسين بيزا طلع فيرا. كيما انتي والله العصيمة. الله يا سعدك. شوف نروح نخطب لوليدي وين تحب، زيرية ولا منين كان أزمع. معليش راني هنا على بالي بلي ما تخدمنيش، بصح بشرط الاولاني لازم تسيب خدمة باش تشري لا طابور وتدفع الصداق وتشري لا شامبرا كوشي وتشري للعرس للحشا. زوج كباش زوج كباش ما يكفوش، لازم ربعة. خاطر حنا فاميليا كبيرة راك عارف. كي توجد هذا الشي كامل يا العزيز، نروح نخطب لوليدي على راسي وعينيا. ها واش تقول؟ صافي زوج ما يكفوش. تماش تاعك باش لازم ربعة. معلومة يكفوش وزوج يكفو. ناكلو احنا ناكلو ياكلو الفاميلي تاعنا. دوكا يرحم بابك نقولك يما، ما تحبسوناش الطبيعة تاعكم هادو، ما تحبسوناش الطبيعة تاعكم.
أربع كباش لا واش الواحد عنده فيستيفال ولا الجناس الجناس يا إما فهموا حاجة الجناس قرعة قاجوز حبة من فيه داروا تاويل تبهدل لا واش متبهدلة بدو تبهدلة راهي عندكم وش بك 60 مليون راه ما لا ولاش علمنا على حسب الهضرة تاعك انت واش الزواج هذا تاع ربع كباش ويجوا لحو الشرع ميول يبغى ياكل ياكل في دارو بطلت سي بو هلا ما نزوج خلاص بعد بايع يا تفلن على الشيطان هاد العادات ماشينا اللي جبتهم ماشينا اللي بدعتهم لا انت كل يوم تخرج لي فكره ساعه فيزا ساعه حاب نتزوج قلقت عليك ما يمك خدم ودير واش تحب من بعد حسب الهضره تاعك هذه تاع هذه تاع زواج تاع ربع كباش وفاميليا تاع كلها لازم نخدم لي ونهار نولي اكثر من الدراكتور ما تزوجش عليه والله راني هي راني متشخشخ ما تزوج خويا متش زوج حيرتني يا وليدي والله لا حيرتني حيرتني اشرب واش بك مصطفى واش كاين واش كاين الجردة واش بك واش صرا لك وانا على بالي واش صرا ماشي حتى تخدعت ضربني باليد تاع الفاس على التامليم بغا يقتلني ياك ايما شكون هذا شكون والله عليك اللي دعمو بزدني في بدما وفن العين ديريكت قتلني شكون هو دمو شكون هو انا ما فهمتش راني مكسر كاع تقول لي ما فهمتش راني مكسر راني مدق دق دق دقوني ايما وينك وينك شكون لك حال لك حال يدعمو الخشين هذاك ايما ايما صافي واش داك عم صافي واش داك الشيء هذا كنت لاباس به كنت مليح الصوماج والكرش ولفت الكبده دندوم بيستاش كلش نوقع نبغي كلش الماكله صورت ملح الزهر اللي واعر صحيح مصطفى قلت لهم دراهمهم وتتهنى تهبلت انت تخرج لك العقل دراهمهم راحوا في الموليتي راحوا باك انا درت بهم فوجي ولا تحت وزين كليتهم كامل واش تاك اخويا الفيزات لومباساد الطليان الاسبان دخلي تحت بلاد نتايا هذا الحسين والله غير تعمل الخير ومزية تسي يحكمهم لي برك هذا مكان هذا راهي صعبت بزاف الحسين اخويا راك تشوف 16 مليون هذاك لو كان يلقى يبتني البوشي وخليه مول الربعة العربون هذا دايما مورايا راه دايلين اون بيسكات هو اللي ضربني بالعصا ودوك الحل تاعها كيفاش وكيفاش ترجع لهم دراهمهم كيفاش سيدي انت يحكمهم برك هذا ما كان قسم انا هرب نروح للصحراء ياو كي تبيع الكليه تاعك ما ترجع لهمش دراهمهم 150 مليون راهم هنا هو انت شغالو مراهو انت شكون قال لك رد لهم دراهم انا نهرب برك نهرب بروح تندوف ولا خطير يا سيدي المهم ما بانش يقتلوا لي الحسين اخويا يقتلوا لي انا ما ندخلش روحي الا ترجع لهم دراهمهم اللهم بارك نعيط لهم تلاقى بهم ديهم عند اللوتير دير لهم كوارط ولا حاجه اخرى ما تحصلنيش انا خاطيني المشاكل واحد راه لا ما تكمليش القرد اخويا مالك يا مصطفى الحمد لله كي راك مليح والله يجيب الشفاء وش نقول لك اللي كانت حاجة نطي يقولها ماشي مشكلة رانا هنا شوفهم بالحوم قول لهم حالته راهي حالة واش يزيدوا لي ها
واش يزيدوا لما الغيظه مشى الحوسي ولا غالب ابراهيم يطمعوا بنادم قول لهم يرجعوا صبرهم على الحسين اخويا صبرهم ان شاء الله ان شاء الله. عبد النور جارك هذا قول له ما قول له ما كاش مشكل قول له قول له واحد يضرب لي عبد النور يضرب لي كله يضرب لي يعفس لي كاع فوق كل شيء قول له عبد النور اغني يبقى على خير نعم نعم وربي يجيب لك شفاء ان شاء الله ان شاء الله وربي ان شاء الله يلقى ان شاء الله ان شاء الله تلقى لك تهلا وبرك تهلا الله يجيب شفاء قول له تهلا قال خير قال خير الى ما تهلا واه ما تنساوش راني في الموت راني في الموت ندمت هاي كي بداو هذا ابني بتي سويس راني نخلص مرا في السبيطار ولا ولد ولد عمر تقلاله بالو لي كاشي وقت هادي قبيله وراك راح دوك من ديك السبيطار وصلني السبيطار الله يشفيك C'est pas méchant de dire une perfusion d'un espace-fond. On va aller voir un quart d'heure. On va aller voir un plus urgent. On va aller voir un peu de temps. 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 On va وفهمنا بيب كيفاش هكا هو يا هذا قراب اللي كاش يضل يشرب قراب ماكش روحك ما بيه والو خوك ما بيه والو شرب كاشيات هذا على واحد ساعتين يتنحل الصعاره ما تقلقوش كاع وحدكم راه بيان شوف نعطيك واحد لي كوت يشربهم مقبل الماكله يديرونو هذا ما كان شحال خوك ديجا واش مو سي با ميشو بيب سي با ميشو سي با ميشو ما تقلقش وحدكم كاع اللي نقول جمال جمال كيفاه بن ولي بن ولي شحال كيعمرو 17 17 الله يبارك شوف انا نعطي لواحد لي كوت يشربهم نعطيهم بالماكلة ويتنحى وسط العالم انا واحد ساعة ولا ساعتين يتنحى ما تقلقوش وحدكم داكور واش كاين تبرد واش صار واش بيخوك السبيطار طبيب قال لي ما فيه والو لا ما كاين حاجه سي هذا السبيطار دوك نفهمك ما كاين والو سي سبحان الله دوك داير رود نفهمك مليح فهمني يا طفل واش بيه فهمني ما تحكيش الجيران انا نسمعوا فينا يما واش بيه راه مصروع علاش راه دايخ انا فهمني يما ما تحكيش ها راه مليح راه مليح صافا احلف لي ما والله ما كاين حاجه والله العظيم ما كاين حاجه طبيب هضر معايا قال لي والله ما بيه والو شكون هذا عمر بلا مكلات جدو انا وليدي ما يعرفش ناس كيما هذا ما ولا راك تقلق في روحك شوفي كيما اعطي الدواء هذاك وليد عمر تشقلا على انا نسكلف به ما تقلقش على روحك شوف يا وليدي روح معاه غير بالسياسه ما تقلق روحك ما حتى حاجه يولي ثاني كاش ما يعطيك ضربه تفرها فيك اي ما نهضر معاه على بلاك ولا ما تقلقش روحك تكونك هانيه باي باي ماما
30 ودلحظه ما بصح تخلص غاليه تحشمش طفل تاع 16 سنه تبيع له في ليكاشي صح البروبليم ما راهش فيكم انتم بروبليم في لي فارماسيان المرات ما راهمش يمد لهم ليكاشي ولا اللي بعقلهم راهم يمد لهم في ليكاشي تحصل معايا الله يسهل ما كان عندي فلوس خالص والله غير ريحي والله غير ريحي رايح وانا قلت لك يا وليدي الله يسهل الله يسهل اللهم امين
دقيقة. هذيك عبالها راني نتمسخر. قلت لك نروح. ان شاء الله برك نوصل على خير. الناس يا خويا ارداف الفيزا و 12 مليون ولا دوموند حاجه سهله. شامبريار وانت راك في باريس ان شاء الله. ان شاء الله نوصل برك على خير. يا ربي وتكال عليك.
لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي كي وصلت لمرسى. بسم الله الرحمن الرحيم يا اخي قم طيوانا من طحالي يا قم طيوانا راح في مرسي يا وراك في الدلس ماشي في مرسي راح في مرسي واش سي محمد صافي راني في دلس ساكن مرسي يا الحسين من بعد كل محاولات الفاشلة باه يدفع لفرنسا قرر يريح في الجزائر وعاود ضبط علاقته العاطفية مع رشيدة وتزوج بها من بعد صاب خدمة في نطور الجزائر العاصمة وصبح عايش معها سعيد. ما يمات الحسين ما راحتش العمر بل ضبط فيها حجة بلا المساعدة تاع وليدها الحسين والسر في ذلك هو لأن الدمار الجزائري أصبح عملة صعبة ولهذا يسهلها باش تروح للحج. أما سي عبد النور صاب خدمة شركة أجنبية جات استثمرت في الجزائر وأصبح مسؤول عام في هذه الشركة. أما القردار ليسكرو الملقب الكونسيل من بعد ما فوت فترة صغيرة في السجن صاب خدمة في تيارت في مصنع السيارات أفيات وعاود رجع دراهم الناس